السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم، معكم سمير. أهلا بكم أعزائي وإخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات الأفاضل، اليوم إن شاء الله مع درس جديد. اليوم إن شاء الله تقديم لسلسلة شروحات. جاءني طلبات أو جاءتني طلبات من كثير من الإخوة على الإنستغرام وعلى الخاص في الفيسبوك وأيضا على التعليقات بأن يعني حول موقع بوك بولت، كثير منكم يعرفه كثير منكم لا يعرفونه. المهم، موقع بوك بولت خاص للذين يعملون في موقع في منصة أمازون كيندل، يساعدك يعني على كثير من الأمور، منها إنشاء أغلفة الكتب، إنشاء انتيريوز للكتب، في انتيريوز جاهزة، أيضا يساعدك على معرفة نيشات والتجسس على الخصوم، ويعطيك بعض الكلمات المفتاحية ويعني أمور أخرى سوف نتعرف عليها في هذه السلسلة. إذا قررت إن شاء الله نقوم بسلسلة شروحات سوف تكون، طبعا لست أدري كم عدد الفيديوهات التي سوف تغطي هذه السلسلة، لكن إن شاء الله سوف أقوم بسلسلة مكثفة، سأحاول أن يعني أنشرها في خلال وقت قصير، أسبوعين أو أسبوع أو يعني على الكثير أسبوعين إن شاء الله، أرجو ذلك. وطبعا يعني موقع بوك بولت يعرفه الكثير من الإخوة الذين بدأوا في أمازون كيندل واشتركوا فيه، أنا أيضا كنت مشترك فيه مدة ولم أعد مشتركا فيه لأنني اشتركت في يعني تولز ومواقع أخرى، لكن هذه المواقع طبعا يعني ثمنها غالي شيئا ما، مثل موقع هيليوم 10، وسوف أشرحه إن شاء الله في دروس قادمة. لكن هذا الموقع مناسب جدا للمبتدئين خصوصا والذين لا يجدون وقتا يعني كبيرا وليست لديهم مهارة تصميم مهمة لكي يصمموا محتويات كتبهم ولكي يعني يعثروا على كلمات مفتاحية ونشاط جيدة إلى آخره. والموقع ثمنه جدا يعني مناسب كما سترون معي. طبعا هذا هو الموقع يعني، وفيه 3 أيام مجانية، طبعا يعني يعطيك فترة تجريبية 3 أيام، إن لم يعجبك الموقع الاشتراك في الموقع تستطيع أن تقوم بعمل كنسل في أي وقت. الموقع أظن $9 في الشهر، 9.90 شيء من هذا القبيل، يعني على أكثر $10، نفس ثمن موقع فري بيك تقريبا، نفس الثمن يعني ثمن ليس كبيرا. فيعني من أراد أن يشترك فيه لكي يختصر الكثير من الوقت والجهد فله ذلك. وأنا طبعا تواصلت مع إدارة الموقع وأعطوني كوبون أيضا خاص، كما يعني شاركت معكم الكوبون الخاص بكرياتيف موقع كرياتيف فابريكا، وتسجل فيه كثير من الإخوة، أرجو لهم التوفيق. هنا أيضا سوف أقوم بإعطائكم كوبون في الوصف، يوجد رابط الموقع مع رابط الكوبون، سأريكم كيف تتسجلون في هذا الفيديو وكيف تدخلون رابط الكوبون، تابعوا معي إن شاء الله. سنتعرف على بوك بولت بالتفصيل الممل في السلسلة كما شرحت لكم، تابعوا معي إخواني أخواتي. إذا إخواني أخواتي نبدأ على بركة الله في التعرف على الموقع. طبعا لا تنسوا إخواني أخواتي، إذا أعجبكم الموقع وأردتم يعني أن أكمل السلسلة اضغطوا على الإعجاب واكتبوا لي أي سؤال أو أي استفسار في التعليقات أسفله، أجيب على جميع الأسئلة كما تعلمون. وإن لم تكونوا أو كانت هذه أول مرة لكم على القناة، تسجلوا في القناة واضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد. طبعا هذا هو الموقع كما قلت، يعني ادخلوا له واقرأوا جميع هذه التفاصيل إن شئتم، سوف أشرح فقط الأمور المهمة. اضغط على Start for Free، طبعا سوف أريكم الآن كيف تتسجلون في الموقع بشكل يعني عملي. نضغط على Start for Free، كما قلت الموقع يعطيك 3 أيام مجانية. طبعا سوف تدخل معلوماتك وستدخل معلومات البطاقة البنكية، لكن لن يخصموا منك أي شيء طيلة فترة 3 أيام. فإن لم يعجبك الموقع يمكن أن تقوم بعمل Unsubscribe في اليوم الثالث بدون أي إشكال. إذا هنا أمور عادية جدا، تدخل الاسم name وهنا الإيميل الخاص بك، ثم تكتب هنا الباسورد الكلمة السرية، repeat password الكلمة السرية الأخرى، ثم هنا city، طبعا هذه كلها optional لكن لا بأس أن تدخلها، أدخل المدينة الخاصة بك و state أو province يعني المنطقة أو الجهة، ثم address إن أردت، ثم بعد ذلك تضغط على next. سوف نملأ جميع هذه الحقول ونمر إلى الحقل الثاني. إذا بعد أن ضغطنا على next نأتي الآن إلى ملء معلومات البطاقة. هنا card holder name يعني الاسم الذي يظهر على البطاقة، اسمك في البطاقة البنكية، وهنا الكارد number رقم البطاقة يعني المؤلف من أظن 16 رقما، وهنا طبعا التاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، المانث هنا الشهر وهنا السنة، وهنا السي سي في 3 أرقام توجد وراء البطاقة البنكية. كل هذه المعلومات سوف تجدها أخي أختي على بطاقتك البنكية. وهنا
الكوبون كود اوبشنال طبعا، انا كما قلت سوف اعطيكم كوبون كود لكي يخصم لكم 20% ان اردتم طبعا ادخلوه. سوف تقوم بعمل نسخ للكوبون الموجود في الديسكريبشن وتقومون بلصقه هنا وتضغطون على I acknowledge that I have read and agree the terms of conditions، ثم تضغطون على register وسوف يأخذكم يعني إلى الأكاونت وسيكون التسجيل أو سيتم التسجيل بنجاح وتستطيعون أن تتصفحوا جميع خاصية الموقع. لكن كما قلت فقط لثلاثة أيام، بعد ذلك سوف يخصمون لكي تبدأ مدة الاقتطاع الشهري أو مدة العمل الفعلي في الشهر. وطبعا هنا كما قلت لكم في البرايسينج تلاحظون هذا هو ثمن الاشتراك 9.99 لدولار للشهر. يعني أظن أي أحد يدخل دولارات قليلة على أمازون كيندل يمكن له أن يستثمر هذه 9 دولارات أو 10 دولارات في هذا الموقع. وهنا يعني المونثلي برو إن أردت، هذا يعني البرو، لكن نحن أو أنت سوف تشتغل فقط بالمونثلي نيوبي إن أردت. وطبعا يوجد أيضا يعني الير أو يعني البلان السنوي طبعا ب 89.99 دولار إن أردت أن توفر أكثر. وكما قلت لكم يعطونكم 3 أيام تجريبية كما ترون فري ترايل. إذا نرجع للتسجيل، بعدما تنتهون طبعا تضغطوا على التسجيل وسوف يأخذنا إلى المنصة الخاصة بنا على بوك بولت. إذا بعدما قمنا بالتسجيل طبعا أخذنا هنا يظهر الاسم الذي تسجلنا به، وهنا طبعا على اليسار تجدون قائمة ال يعني الفيتشرز التي يمكن أن نستعملها في الموقع، وتظهر أيضا هنا إذا ضغطنا على الأكاونت أو هذا الأيكون الخاصة بالأكاونت سوف تظهر مجموعة من الفيتشرز التي يمكن أن نستعملها. وهذه الصفحة فيها تيتوريالز يعني شروحات لمعظم يعني الفيتشرز في الموقع، شرحوها في فيديوهات يعني مختصرة نوعا ما، لكن نحن سوف نشرح أهم هذه الفيتشرز بطريقتنا الخاصة والمبسطة كما تعلمون إخواني أخواتي. إذن هنا طبعا إذا أردتم أن تلغوا الاشتراك سهل جدا، تضغطون فقط على هنا وتأتون لسبسكريبشن سيتينجز، نضغط على سبسكريبشن سيتينجز وسوف يعطيكم المكان الذي تستطيعون حينئذ أن تلغوا الاشتراك فيه إن لم تريدوا أن تشتركوا. هنا تقوم فقط بالضغط على Cancel Subscription وسوف ينتهي الاشتراك. طبعا هنا مع التسجيل تلاحظون يعطونكم 21 Exclusive Interiors مجاني، يعطونه خصيصا لكم، تستطيع أن تحملوا هذه الانتيريرز الآن وتستفيدوا منها خلال فترة يعني هذه الفترة التجريبية إن شئتم. سوف أحملها وأريكم بعض هذه الانتيريرز الآن. ثم طبعا يعني مجموعة من الفيتشرز مثل تصميم أغلفة الكتب كما ترون معي هنا، وسأشرحها في السلسلة إن شاء الله. كي دي بي سباي، أداة التجسس على المنافسين، بوك بوت ليستر، يعطيكم يعني أيضا فيه من أراد العمل بالأوتوميشن مع أنني لا أنصح بها، يمكن أن ترفع كتب كثيرة في وقت قياسي. بوك بول ديزاينر، يصمم لك الكتب أو أغلفة الكتب وأيضا الانتيريرز. عندنا ايضا بوك بوت ماس كفر كونفرت، والكاتيجوريز فايندر يعطيك الكاتيجوريز، وعندنا ايضا الكيوردز، البحث على الكيوردز. كل هذا ان شاء الله سوف نبحث عنه وسوف اشرحه لكم بالتفصيل في هذه السلسلة باذن الله سبحانه وتعالى. اذا هنا فقط بشكل سريع هذه هي يعني الانتيريرز التي قمنا بتحميلها، وهي انتيريرز يعني حصرية. تلاحظون كل انتيريور بي دي اف وعليه ملف يعني أدوبي إلستريتور لكي تقوم بالتعديل عليه إن أردت ذلك. هذه بعض النماذج هنا، كلاس روم إكسبنسز طبعا صفحة واحدة، بعد ذلك يمكن أن تقوم فقط بعمل كوبي بيست. هنا الفاميلي كامبين تشيك ليست، هنا جاردن بلانتين، وطبعا هناك المزيد أترك لكم يعني تفقدها والتعرف عليها. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعتكم لهذا الدرس، وأرجو أن أكون قد قدمت لكم شيئا مفيدا، وإن شاء الله انتظروا السلسلة بأكملها بإذن الله. أرجو منكم فقط أن تتفاعلوا لكي أقوم يعني نشر المزيد وأتحفز لكي أنشر المزيد. أنا أنشر لكم هذه الفيديوهات مع أن وقتي ضيق جدا، لكن أريد أن أفيدكم دائما إخواني أخواتي، فأروني أنكم مهتمون بالمحتوى، اضغطوا على زر الإعجاب لأعرف أنكم مهتمون. وشكرا لكم على دعمكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى درس مقبل إن شاء الله.